اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين حبايبي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم جيتكم بفيديو جديد كنتمنى يعجبكم. الفيديو ديال اليوم غدا نصاوبو حامي المناديل بالخشب المزخرف بالليزر. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو الخشب المزخرف بالليزر على هاد الشكل هذا. انا ما غاداش نصبغو، بغيت نخليه على اللون ديالو. ممكن ديرو له الفيرني، انا عجبني بحال هكا. كنحتاجو الكولا ديال الخشب. اي دروغري مشيتو عندو سولوه على الكولا ديال الخشب وغادي يعطيها لكم. نحتاج السكوتش باش كنثبت به من اللصق. وبالنسبه للكولا كاينين اسماء مختلفه، انا خديت ساكول اكسبريس، راها كتلصق مزيان هاد الكولا، كنصحكم بها. غير ضروري خصكم تحطوا عليها شي حاجه ثقيله. خليكم تشاهدوا الفيديو وتشوفوا الطريقة كيفاش صوبت حامل المناديل. كل شيء واضح في الفيديو، ما يحتاج للشرح. وإلا بنت لي شي حاجة كتحتاج للشرح غدا نرجع نشرحها لكم. بالنسبه لهاد الكولا اللي غادا نلصق بها دابا، هادي كتلصق الحاجه اللي كتكون هكذا واقفه، بحال مثلا بغينا نصوبو العلب وكتلصق الزاج مع الزاج وكتلصق اللوح مع الزاج. يعني ضروري خصهم يكونوا عندنا بزوج. هاد الكولا دغيا كتفيكسا،
غير كنرشو على الرشاش وكتفيكسا وكتشد مزيان. بعد ما سالينا غدا نحتاجو اوراق الجلاتين. هاد اوراق الجلاتين غدا تلقاوهم عند المحلات اللي كيبيعوا اللوازم الخياطه، وكتاخذوا القياس اللي بغيتو كتقطعوا بالمقص. دابا وصلنا لمرحلة التزيين.
غدا نزينو بالبريون، غدا غير نحطو نوركو ليه شوية، وغادي يلصق مع ورق الجيلاتين فيه مادة لاصقة. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وبالنسبه للناس اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي ما تنسونيش من اللايك ومن الاشتراك. وفي امان الله وحفظه، ومع السلامه.